مساء الفل احبابي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد النهارده برضو على الازاز. بصوا بقى، احنا هنمسك ازاز الشقه كله نلونه. ولو حد قال لكم مين اللي قال لكم تعملوا كده، ما جه حدش يجيب سيرتي طبعا. اوكي، بس فصدقوني والله الشغل تحفه على ظهر الازاز. اولا مدي شكل حلو جدا، بحيث انك انت ما تحطيش مفرش. تاني حاجة كمان ان هو ممكن ألمع الإزاز بتاعي، وشكله حلو جدا محمي، والشغل من تحت ما بيتأثرش خالص. تعالوا معايا بقى النهاردة هعرفكم طريقة حلوة قوي ان احنا نعمل كأن فيه فعلا مفرش على الترابيزة. انا هنا عندي الترابيزة الجنب مدورة، لوح الإزاز مدور اللي عليها، فابتديت اخده واحط الستانسل الجميل بتاعي ده، وعملت بالوان القطيفه. يعني هي مديه لمعه شايني كده صدفيه، بس مش لمعه قوي، يعني مش اللي هي بقى الحاجه زي الجليتر زي ورق الذهب، مش هتبقى لمعه قوي. اوكي، فحبيت ان انا اعملها النهارده مطفيه، زي يعني كانها برده مش لمعه قوي. يعني هاخد اللمعه دي في حاجه تانية، يعني انا هادي لمعه بس ايه بحاجه تانية. هنمشي مع بعض خطوة بخطوة. انتوا زي ما انتوا شايفين كده، ده معجون القطيفة في منتهى الجمال على الستانسل. انا بشتغل بيه على طول، ستانسل حلو جدا، ما بيستحش معايا ولا بيسيل ولا اي حاجة. بنمشي بنفس الخطوات دي، انا مش مسرعة ولا اي حاجة، علشان اللي ممكن تاخد معجون القطيفة مني وتجربه. عندها الفيديو اهو قدامها، بس باخد قطعه قطعه، حتى مش لازقه الشيت بتاع الستانسل، يعني مش لازقاه على الازاز. انا حاطاه وسن ده على ايدي بايدي، والحمد لله يعني طالع مظبوط، يعني ما فيهوش اي حاجه. انا هنا بمر عليه، لبست النظاره طبعا علشان اقدر اشوف الاماكن الفاضيه املاها. جات لي والله الفكره دي من فكره الاطباق اللي احنا كنا بنعملها ونعلقها، فقلت طب احنا ليه ما نستغلش الازاز اللي عندنا ونعمل فيه اشكال حلوه كده، بحيث ان هو يكون ايه زي مثلا زي شكل مفرش، بيدي شكل حلو قوي للازاز كده، كانه مصنفر ومرسوم عليه، يعني حاجه، وهنعملها حاجه شيك. يعني الترابيزه اللي فاتت عملتها بالكراكليه والستانسل برضو، بس بطريقه اللي هي او بالستايل الفرعوني. فهنا حابه ان انا اعمل حاجه تانية مختلفه، في اشكال كتير وفي تكنيكات كتير جدا هتعجبكم على الازاز. تابعوا معايا، هنزل لكم شويه فيديوهات تحفه وافكار حلوه جدا. خلاص، هنا سبته طبعا ينشف، قعد حوالي مثلا ساعتين 3 ساعات عشان ينشف. سلطت عليه المروحه، ما حبيتش ان انا انشفه بال السشوار، يعني عادي جدا ينشف براحته. خدت هنا المسيون بمنديل زي ما انتم شايفين كده، وابتديت ان انا احط في اماكن، بس يعني انا مش عايزه ورق الذهب يكون كتير، انا عايزه ورق الذهب بسيط جدا. اوكي، بس جبت دفتر ورق ذهب، مش عارفه بقى يعني ده عيب من المواني اللي انا جبت منه، ولا عيب الصناعه نفسها والموان ملوش ذنب بصراحه، لانه الورق مكسر، يعني كل ما افتح ورقه الاقيها مقطعه مشرحه. فالمهم قلت استغله في حاجه ما كنتش عايزه الورقه كلها او الشيت كله مع بعض، فقلت استغله بالطريقه دي. اخد الحتت المقطعه دي زي ما انتم شايفين كده، وابدا ان انا ادوس عليها، هتاخد الاماكن اللي هي شايفين الورق مقطع ازاي، مش عارف، مفيش مشكله، اديني ايه هستغله في حاجات زي كده. وهبدا اخد الفرشه بتاعتي الناشفه وادق بيها، بحيث ان الورق الذهب يلزق على المسيون. طبعا زي ما قلت لكم انا مش عايزه ورق الذهب كتير، لان انا في فكره كده في دماغي عايزه اعملها، هننفذها مع بعض خطوة خطوة. مجرد ما ورق الذهب بي يعني بيمسك في المسيون فبيثبت على طول،
فانا هنا طبعا ايه يعني بحاول ان انا اعمل بطريقه متساويه كده، يعني ما يكونش في حته مليانه وحته فاضيه، يعني بحاول ان انا ايه اظبط الامور شويه واخد من الفاضي على المليان واخد من المليان على الفاضي كده يعني. اوكي، كان في بقى عندي حد جاب لي علبه كده فيها جل بتاع الازاز، جل الرسم على الازاز. الجل ده والله ما عارفه انا، يا ريتني كنت صورت لكم الماركه بتاعته، هي حاجه مستورده بس قال لي ده جل ازاز. فضلت سايباه يعني سنتين تقريبا ما جرالوش حاجه، جيت قلت دلوقتي طيب ما انا اخد جل الازاز ده واشتغل بيه. ففكرت كده فيها ايه لما انا اضيف له مثلا بودره ذهب او بودره فضه، هتقول لا؟ والله ما هتقول لا، يعني عن اقتناع مش هتقول لا. كل ده الشغل ده من ورا الازاز، يعني انا اشتغل هنا وهقلب الازاز على الترابيزه فهيبان لي كانه واخد طبقه ريزن. اوكي، يعني بعتبره بديل للريزن شويه للناس اللي يعني عايزه تعمل الحاجات دي ومش ادي. يا سيدي ده اللي هو جل الازاز، هو شفاف خالص بس انا حطيت عليه بودره ذهب، بودره فضه، سوري بودره فضه، بودره بس مش بودره مايكا، لا بودره فضه، يعني الفضه فيها عاليه جدا. اوكي، هبتدي اخد، ومش عارفه ليه الصوره بقت بالطول. المهم هبتدي اخد بالسباتولا وافرد. انا هنا ما بفردش بالفرشه علشان انا مش عايزه علامات الفرشه تبان، انا هفرد بايه؟ بالسباتولا. ونشف معايا وده طبقه حلوه جدا. جيت بعديها حطيت كمان طبقه ذهبي، يعني فردت طبقه ذهبي من ورا لان انا حسيت ان في يعني شقوق كده من الفضي مش باينه، يعني باين فيها شفاف، فحطيت ذهبي كمان من ورا بحيث ان هو يبقى فضي مع ذهبي كده مع نفس الموتيفه اللي في النص دي. وايه رايكم فيها؟ وقولوا لي هتعجبكم ولا لا. شكل جميل وتكنيك بسيط، بسيط جدا جدا جدا، وبيدي في النهايه شكل حلو قوي. ادي الطريقه، في عندي افكار كتير جدا حلوه هتنفع في المجال ده، هديها لكم واحده واحده كده، كل تكنيك او كل فكره في فيديو، وفي النهايه بقى تقولوا لي رايكم. بس عايزه بقى تشجيعات كده وعايزه لايكات وكومنتات علشان يعني نفسي تتفتح شويه ان انا اعمل الحاجات دي كلها. اوكي، ميرسي جدا حبايب قلبي، وعايزه اعرف رايكم، واي استفسار اي سؤال انا عنايه ليكم حبايبي. على فكره انا عامله لكم كمان فيديو صغنن كده وانا برش الجلانس وبمسح عليها، هتلاقي الدنيا سهله بالنسبه لك قوي، شايفين الرسمه حلوه ازاي، وبترسمي بقى على شكل الستايل اللي عندك، يعني ممكن بالنحاسي، ممكن بالازرقات، ممكن بالاخضر، زي ما تحبي يعني الالوان عندك. ادي الصينيه، ادي القرصه على الترابيزه، الشغل من ورا اهو، والشغل يعني متشطب مدهون كمان ذهبي من ورا، يعني كمان واخد حمايه مش هيقشر ولا اي حاجه. وادي رشه الجلانس، وهبدا امسح بالمنديل، هتشوفوا ان الموضوع بقى سهل وبسيط وممتع وجميل. ميرسي قوي، وباي باي.